السلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد، والتي نتابع من خلالها اليوم مشهد الأزمة الحكومية في إسرائيل، حيث تدخل إسرائيل في أزمة سياسية جديدة قد تؤدي إلى تفكك الائتلاف الحاكم ورحيل حكومة نفتالي بنت والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة. يأتي ذلك بعد إعلان عضو الكنيست عيديت سليمان عن حزب يمين اليميني المتطرف في قيادة رئيس الحكومة نفتالي بنت عزمها الاستقالة من الائتلاف الحاكم. وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت الاستقالة بالتطور الخطير والتي ستعيد عقارب الساعة في إسرائيل إلى سنوات أزمة تشكيل الحكومات ومسلسل الانتخابات البرلمانية المبكرة. ورحبت المعارضة بالاستقالة، ودعا زعيمها بنيامين نتنياهو النواب اليمينيين في الائتلاف الحاكم إلى الانسحاب والعمل على تشكيل حكومة يمينية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تواجه إسرائيل كما قال. أما الحكومة فبدأت بتحركات عاجلة لاحتواء الأزمة للحفاظ على الائتلاف وتجنب الدخول في انتخابات برلمانية مبكرة، حيث سارع نفتالي بنت للاتصال بعضوة الكنيست المستقيلة لحل الأزمة وإبقائها في الائتلاف، كما أجرى اتصالات بشخصيات برلمانية في محاولة لاستمالتها لمواجهة التصويت المرتقب على حكومته بعد عودة الكنيست من عطلته الشتوية التي تنتهي في مايو المقبل. ورجح باحثون في الشأن الإسرائيلي فشل بنت في احتواء الأزمة والذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد إسقاط الحكومة. مشاهدينا، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد صوالحة الكاتب والباحث الفلسطيني. أرحب بك. مرحبا سيد محمد، وكل عام وأنت بخير. قبل الله طاعت أزمة جديدة حكومية سياسية في إسرائيل، هل ينجح نفتالي بنت برأيك في تجاوز هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه طبعا هذا أحد تجليات الأزمة. الأزمة متجذرة في الحياة السياسية الصهيونية، هناك عدد هائل جدا من الأحزاب مرتكزة في كثير من الأحيان على أبعاد إثنية ويمينية متطرفة، وبالتالي دائما كان هناك مشكلة في جمع هذه الأحزاب كلها لتشكل ائتلاف. بمعنى آخر، مضى العهد الذي كانت فيه يعني الأحزاب الكبيرة تشكل وحدها الحكومة، وتتسم الحكومات في ذلك الوقت كانت بنوع من الاستقرار. الآن نحن نتحدث عن عدد مهول من الأحزاب التي تشارك في هذه الحكومات، ويعني من الطرائف مثلا أن رئيس الحكومة الحالية نفتالي بنت هو يقود ائتلاف في الأصل له 5 أعضاء في الكنيست، وليس أكبر الأحزاب ولكنه حزب ائتلافي، مع ذلك له 5 أعضاء فقط. على كل حال، ذلك هو رئيس ومع الحكومة. ذلك هو رئيس الحكومة، لأنه أصر أنه لا يمكن أن يدخل الحكومة إلا إذا كان رئيسا، وبالتالي تنازل لبيد اللي هو رئيس الحزب الأكبر والذي أيضا له 17 مقعد، ليس شيئا كثيرا، تنازل له على أن يكون هو في الجزء الثاني من الدورة فيما لو تمت الدورة الانتخابية هذه. هناك احتمال كبير طبعا أن يعاد، وهذا أحد مظاهر المشكلة أيضا، أن تجرى انتخابات جديدة، وفي حال أجريت انتخابات جديدة خلال المرحلة القادمة ستكون السادسة خلال 3 سنوات، بمعنى أنه كل 6 شهور في انتخابات. حتى لو جرت الانتخابات في المرة القادمة فإن النتائج لا يتوقع لها أن تخرج عن ما كان خلال الدورات الماضية، وبالتالي هناك أزمة حقيقية موجودة. هل يمكن أن ينجو هذه المرة بنت من هذه المشكلة؟ أنا أعتقد أنه من الصعب. الآن يعني هو ربما تبقى هذه الحكومة ولكنها تبقى ب60 مقعد، يعني 50% بالضبط، ستكون عاجزة لمدة معينة، ممكن أن تبقى، ستكون عاجزة جدا، غير قادرة على أخذ قرارات، غير قادرة على إقرار أي قوانين، وبالتالي هذا أحد السيناريوهات الموجودة التي يمكن أن تبقي الحكومة إلى فترة ولكن تبقيها عاجزة. طيب، دعنا نشك معنا عبر سكايب من الخليل السيد عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية،
أرحب بك سيد عادل. من هي الأحزاب أو النواب داخل الكنيست التي يمكن أن يلجأ إليها بنت من جهة أو نتنياهو من جهة أخرى؟ اليوم هناك على ما يبدو كلعبة شد الحبل بين بنت وائتلافه وبين نتنياهو. هو الصراع والأزمة داخل اليمين، بشق اليمين العلماني واليمين الديني، ولكن حزب الليكود يضم التيارين، التيار اليمين العلماني واليمين الديني، وحاول نتنياهو بالعقد الماضي أن يشكل الليكود هو الحزب اليمين الإسرائيلي وأن يكون محل إجماع اليمين. بكل الأحوال الأزمة داخل حزب يمينة اللي برأسه نفتالي بنت رئيس الحكومة، اللي هو بيمثل تيار الصهيونية الدينية، تيار اليميني الصهيوني الديني المؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكبرى، بما فيها الضفة اللي بيسموها بالتوراة بالنقاش الإسرائيلي الصهيوني يهودا والسامرة. مشكلة انسحاب عديد سلمان من ائتلاف الحكومة من الحكومة لها الكثير من التداعيات السلبية على نفتالي بنت وعلى حزبه وعلى الحكومة ومدى استقرارها. بداية تأثيرها على نفتالي بنت، كون عديد سلمان تنتمي لحزب يمينة، ومع انسحابها من الحزب لم يبقى لنفتالي بنت سوى هو وخمس أعضاء كنيسة يقودون حكومة مشكل الآن من 60 عضو كنيسة، بمعنى أصبح كحزب من الأحزاب الصغرى التي تقود حكومة فيها أحزاب أكبر منه، وهذا يضعف نفتالي بنت. ثم أن يصبح عدد أعضاء الحكومة، أعضاء الكنيسة المؤيدين للحكومة 60 مقعد، هذا يعني بداية تفكك الحكومة كما تحدثتم، يضحى بالموقف الضعيف العاجز المشلول الغير قادر على التقدم مستقبلا نهائيا. طيب. بمعنى أنه أي هزة أخرى، أي مشكلة ستؤدي إلى تفكيك الحكومة. ولكن الأحزاب الأخرى بالوقت الحالي لا يوجد خوف على انسحابها من الحكومة، لأن البدائل ليست أفضل، يعني إنه البدائل إما تشكيل حكومة بديلة بزعامة نفتالي بزعامة بنيامين نتنياهو، وهذا مستبعد لأنه أصلا بنيامين نتنياهو لم يتمكن من تحصيل 61 مقعد قبل عام حين شكلت الحكومة. سأعود إليك سيد عادل، سيد عادل سأعود إليك مع السيناريوهات المحتملة. سيد محمد صوالحة، يعني إذن الصراع، كان الصراع في إسرائيل في السابق ما بين حزب عمال غالبا وما بين حزب ليكود. حزب عمال يظهر كحزب يساري معتدل وحزب يميني حزب الليكود. اليوم كما ذكر السيد عادل شديد بين أحزاب يمينية علمانية وأحزاب يمينية دينية، كيف نفهم هذه المعادلة؟ يعني هو حزب العمال لم يكن، أو حزب العمل لم يكن يوما يعني بعيد عن التطرف عفوا، يعني هو دائما كان حزبا متطرفا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولكنه كان يساري التوجه، أقرب إلى اليسار، وهو جزء من الاشتراكية الدولية. في المقابل كان هناك الليكود وهو أيضا تجمع، لكنه كان يعتبر حزب يميني. بالمناسبة العلماني والمتدين في الغالب في الكيان الصهيوني متطرفين تجاه القضية الفلسطينية، حتى الذين كانوا يسمون جزء من معسكر السلام في طروحاتهم كلها أيضا طروحات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، طروحات متطرفة. مشكلة الحكومة الموجودة اليوم أنها موجودة من مجموعة من المتناقضات، يعني موجود فيها حزب العمل، موجود فيها اليمين المتطرف مثل شاس
الصهيوني الشرقي، موجود فيها بنت وائتلافه وهو أيضا حزب صهيوني يميني متطرف، موجود فيها أيضا بعض الأحزاب اليسارية مثلا. هذا جعل يعني الإمكانية التوافق فيما بينهم صعبة، ولا يجمعهم إلا شيء واحد يجمعهم، كان هو محاولة التخلص من بنيامين نتنياهو، لأنه سيطر على الحياة السياسية لفترة طويلة، وكان هناك إرادة في الحقيقة أيضا إرادة دولية بالتخلص منه. الولايات المتحدة الحكومة هذه كانت أو بايدن أراد أيضا أن يتخلص من نتنياهو، حتى الشركاء العرب في المنطقة كانوا يريدون أن يتخلصوا من نتنياهو على اعتبار أنه نتنياهو صار يعني حوت في السياسة ولا أحد قادر على التعامل معه، كان حتى عدواني حتى في 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 السياسة الأمريكية الداخلية. فبالتالي كان هناك محاولة ل يعني بناء ائتلاف غير متجانس من أجل تحقيق هذا الهدف وهو التخلص من بنيامين نتنياهو. الآن الوضع الحالي اليوم وضع في غاية الدقة، بمعنى أنه كما ذكرت قبل قليل هناك حكومة مشكلة من 60 60 عضو. نعم. نتنياهو سيعمل خلال هذا أيضا أحد الاحتمالات أن 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 يخرج عضو آخر، لو استطاع أن يخرج عضو آخر من هذه الحكومة سيسقطها. ليس معنى هذا أنه من المؤكد أن يعود إلى الانتخابات إلى الحكومة مرة أخرى، ولكن المشهد سيكون غائم جدا، لن يكون هناك وضوح. إسقاط الحكومة الحالية يتطلب 61 صوت، وهذا أمر متعذر أيضا، وبقائها يتطلب بقائها فاعل يتطلب 61 صوت وهو أمر متعذر. في حالة أريد إسقاطها ينبغي أن يكون هناك موقف للقائمة العربية المشتركة وهي ترفض مساعدة نتنياهو، ولكنها أيضا ستكون في وضع حرج لأن عدم تصويتها معناه بقاء الائتلاف المتطرف الحالي موجودا، أو أصوات راعم وهي أيضا الحركة الإسلامية العربية الموحدة، وأيضا إذا انحازت إلى نتنياهو أو انحازت إلى إسقاط الحكومة ستسقط الحكومة، أو أحد نواب اليمين الذي يمكن استمالته بطريقة أو بأخرى عندها ستسقط الحكومة حتما. لكن ليس معنى هذا أن السيناريوهات سهلة، وإذا سقطت هذه الحكومة فبشكل مباشر وتلقائي سوف يأتي ائتلاف جديد بقيادة نتنياهو، لأنه كما ذكر الضيف الكريم نتنياهو حاول خلال المرحلة الماضية ولم يستطع، رغم أنه يعني يملك عدد يزيد على 35 عضو تقريبا في الكنيسة. طيب سيد عادل شديد، أمام هذا الغموض وهذا الجمود حقيقة في المشهد السياسي في إسرائيل، ما هي السيناريوهات التي تراها ربما الأكثر، ما هي السيناريوهات المتوقعة وما هو السيناريو الأكثر ترجيحا برأيك؟ يعني من الصعب الحكم الاتفاق على من هو السيناريو الأقوى، لكن نحن أمام أربع سيناريوهات. السيناريو الأول هو بقاء هذه الحكومة عاجزة ومشلولة، ولكن احتمالية بقائه فترة طويلة، بقاء هذا الاحتمال صعب جدا. ما يطيل عمد وعمر هذا الاحتمال مسألتين، الأولى أنه الكنيسة الآن اللي هي اللي بتحجب الثقة وبتسقط الحكومة خارجة في إجازة للشهر القادم ل8/5 القادم، ثم أنه ما في أي حتى لحظة يعني لم ينسحب أي من أعضاء الائتلاف بعد انسحاب عديد سيلمان، يعني الحديث عن احتمالية انسحاب آخرين مثل أورباخ مثل كارا، وهذا الاحتمال وارد، وخاصة أنهم وضعوا شروط أمام نفتالي بنت، وبالتالي في حال عدم قدرة نفتالي بنت أو أي من مكونات الحكومة بالتأكيد سيتم انسحاب أحد منهم، ويعني أنه سقطت الحكومة. الاحتمال الثاني أن يبادر نفتالي بنت وبعض من شركائه بالحكومة للحفاظ وتقوية الحكومة، والآن
الحديث حول اللجوء إلى القائم المشترك، يعني مكونات القائم المشترك، سواء القائم العربي بزعامة الدكتور أحمد الطيبي اللي لم يتحدث حتى اللحظة، أو التجمع، ولا أعتقد أنه من الممكن أن يدعموا يعني حكومة موقفهم واضح، وجماعة الحزب الشيوعي والإخوان أيمن عودي وجماعة الجبهة. ومن الممكن أن يطرأ تغير أو لهم موقف بعدم إسقاط الحكومة لعدم عودة نتنياهو، مع أنه هذا عدم الاستقرار بالحكومة ليست مسؤولية الحركة الوطنية الفلسطينية بالداخل أو القوى الوطنية بالداخل أو أن تنقذ إسرائيل من أزمتها، لا، بل أن مصلحة الجماهير العربية الفلسطينية بالداخل هي ضرب الاستقرار وإطالة أمد الاستقرار، وخاصة أنه يعني شقي الخريطة الحزبية في 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 إسرائيل اليوم، سواء اللي بقوده نتنياهو أو نفتالي بنت، مواقفهم ليست بعيدة عن بعض، سواء اتجاه الجماهير العربية أو اتجاه القضية الفلسطينية. موضوع انضمام منصور عباس لحالة غريبة حتى اللحظة، غير مفهومة. هذا خيال. الخيال الثاني اللي تحدثنا عنه هو فشل الحكومة وعدم فشل الحكومة وانهيارها وتفككها، ونكون بحينه أمام احتمالين: إما تشكيل حكومة جديدة تحظى على ثقة 61 عضو كنيست فما أكثر، والأسماء اللي بتم طرحها نتنياهو والأواوة الأقل حظوظا لأنه ما قدرش أصلا، أو اليوم طرح اسم بيني جانتس وزير الجيش الحالي، أنه من الممكن أن يستطيع أن يجمع من كل مكونات الخريطة الحزبية في إسرائيل وأن يشكل حكومة. حتى وإن شكل حكومة تبقى الحكومة أيضا ضعيفة، لأنه ستضم المركبات للحكومة غير منسجمة وغير متفقة، وتبقى احتمالية وفرضية الخلاف والانهيار واردي. والاحتمال الأخير الذي لا يريده أحد في إسرائيل أو أغلبية المجتمع اليهودي وأغلبية الخريطة الحزبية في إسرائيل لا تريده، وهو الذهاب باتجاه انتخابات مبكرة في إسرائيل، واللي كل الاستطلاعات أشارت أنه لن تأتي الانتخابات الجديدة بمخرجات تختلف عن المخرجات اللي إذن شفناها بال 2019 و2020 بتوزيعة المقاعد اللي أوصلت الحياة السياسية والحكومة والنظام السياسي في إسرائيل إلى هاي الحالة. إذن دائرة الأزمة مستمرة. أشكرك جزيلا سيد عادل شديد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معي عبر سكايب من الخليل. سيد محمد صوالحة، ربما يعني هذه الأزمة والتي مستمرة بالمناسبة منذ سنوات تدفعنا إلى سؤال، وهو أشار إليه السيد عادل شديد، الأزمة السياسية في إسرائيل، ما طبيعة هذه الأزمة من الأساس؟ أنا أعتقد أنها مرتبطة بشكل أساسي ببنية وتكوين المجتمع الصهيوني نفسه، لأنه كما أنا ذكرت قبل قليل أنه كثير من هذه الأحزاب مرتبط بمشكل على إثنيات، مركب من يعني من إثنيات محددة. الروس لهم حزب خاص، المتدينين مجموعة كبيرة من الأحزاب، كل حزب له علاقة بمثلا شاس، حزب المتدينين الصهيونيين الشرقيين، بنت حزب صهيوني متدين غربي، وهكذا. الأحزاب العربية كما ذكر قبل قليل، نحن نتحدث عن 5 أحزاب عربية على الأقل شاركت في الانتخابات هذه، وكانت يعني كان يضمها ائتلاف واحد ثم صاروا ائتلافين وهكذا. فإذا هو جزء من هو معبر أو مرآة لانعكاس للصورة المجتمع الصهيوني نفسه، في حالة من التجاذب وحالة من عدم الانسجام تنعكس على الحياة السياسية، لأن تركيبة الأحزاب السياسية هي انعكاس لصورة المجتمع الصهيوني نفسه. طيب،
دعنا نشرك معنا السيد حافظ فارس، حافظ رفيق فارس، الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلي عبر زوم من قطاع غزة. أرحب بك سيد حافظ. هذه الأزمة السياسية داخل إسرائيل، هل هي مستعصية ودائمة وأبدية، أم هي طارئة على الحياة السياسية برأيك؟ حياكم الله أستاذ الكريم، وكل عام وأنتم بخير والأمتين العربية والإسلامية. يعني هذا السؤال للإجابة عليه لابد أن ننظر إلى التجربة السابقة التي عاشها الاحتلال، دولة الاحتلال، فيما يتعلق بتشكيل حكومة بل وجود نتنياهو على الحكومة. تشكيل هذه الحكومة أكل من أو احتاج من الوقت واحتاج من الانتخابات التي جرت 5 مرات، اجت الانتخابات كي نصل إلى تشكيل هذه الحكومة. استمرت الأزمة ما يقارب العامين حتى وصلنا إلى تشكيل هذه الحكومة التي تحمل أصلاً مقومات إفشالها وإسقاطها منذ اللحظة الأولى لتشكيلها. فهذه الحكومة أصلاً تحمل كل المتناقضات في تركيبتها، ففيها اليمين ويمين الوسط وفيها اليسار وفيها من هم أصحاب الفكر الأيديولوجي المتشدد ومنهم من هو أصحاب الفكر الأيديولوجي المتساهل والذي يرى فيه البعض اعتداء على الديانة أو الشريعة اليهودية. وكما ترى يعني الأسباب الظاهرية التي أعلنت عنها عضوة الكنيسة أبيت سليمان فيما يتعلق باستقالتها، ضررت هذا بأن استقالتها جاءت بعد تجاوز وزير الصحة للأعراف الدينية والتقاليد اليهودية التي عادة ما يلتزم بها في عيد الفصح. فهذه الحكومة أصلا حملت مقومات إفشال البداية، وأنا أعتقد أن هذه الأزمة ستطول ولن يكون لها حل في الأشهر القريبة، لأن هذا يعني فيما يتعلق بالسيناريوهات التي طرحت أن تستمر الحكومة في تسيير الأعمال، هذا الأمر سيجعلها ضعيفة فيما يتعلق بتمرير قوانين وتمرير الموازنة الإسرائيلية. أن نصل إلى الانتخابات أو أن نجمع الأصوات التي تؤهلها من إسقاط هذه الحكومة، برضو هذه مسألة صعبة. اليوم أن نصل إلى انتخابات، ولربما هذا السيناريو، لربما وجدت انتخابات في دولة الاحتلال، ماذا بعد هذه الانتخابات؟ هل ستحصل التكتلات على ما يؤهلنا لتشكيل حكومة بأغلبية الصوت الذي نحتاجه لتمرير أي قانون أو لإعطاء ثقة للحكومة أو حجب الثقة عن هذه الحكومة مثلا في حال المعارضة؟ الأمور معقدة جدا. التركيبة السياسية في إسرائيل دخلت في مأزق شديد. عدنا إلى ما قبل تشكيل هذه الحكومة، وأنا أعتقد أن المسألة من الصعب أن يتم التنبؤ بأن فعلا هناك حل قريب لهذه الأزمة السياسية التي فجرتها استقالة رئيس الحكومة. سأعود إليك سيد حافظ. مشاهدينا، أرحب بضيفي عبر سكايب من عمان السيد حازم عياد، الكاتب والإعلامي. أرحب بك سيد حازم. اليوم بهذه الأزمة الجديدة في إسرائيل، من المستفيد ومن الخاسر منها برأيك؟ يعني أنا برأيي أن الخاسر هو الكيان الصهيوني وحكومة هذا الكيان واستقرار هذا الكيان، لأنها جاءت لهذه الأزمة لتعمق إشكالية الحكم أو أزمة الحكم لدى الكيان الإسرائيلي وأزمة القيادة. هناك أزمة قيادة عميقة، أزمة قيادة وأزمة حكم يعني امتدت على مدى سنوات، الآن بلغت واحدة من ذرواتها الكبرى بعد استقالة نائبة من حكومة نفتالي بنت. أي أن نائبة واحدة كانت كفيلة بأن تدخل الكيان الإسرائيلي في أزمة سياسية أو تضعه على شفير أزمة سياسية، هو عمليا دخلها هذه الأزمة لأنه أمام خيارات صعبة فيما يتعلق بإقرار الميزانية بإقرار القوانين، أيضا في إمكانية لتفجر الخلافات بين يعني رؤوس هذا الائتلاف اللي هم بنت وغانس ولابيد. كان يعني في اتهامات متبادلة بين غانس وبين بنت عادت للظهور. لابيد أيضا لديه تصوراته الخاصة، يريد أن يستكمل هذه المرحلة بقدر الإمكان حتى يستطيع أن يمارس دوره كرئيس حكومة. كل رئيس وزراء من كل رأس من رؤوس هذا الائتلاف كان له أجندته الخاصة وسياساته، وكان له طموحات بأن هذه المرحلة ستفضي إلى رفع أسهمه ليكون له دور في مستقبل رسم السياسة الإسرائيلية مستقبلا، أو لأن يكون رئيس وزراء يعني عليه إجماع في المستقبل، وهذا لم يتحقق لأي من
رؤوس الائتلاف الثلاثة الكبار اللي هم جانس وبنت ولبيد. طيب. وبالتالي نحن نتعامل مع أزمة عميقة ممتدة في عمر الزمن كما ذكر زميلي، ليست أزمة جديدة أو مستحدثة، وكل ما جرى هو أنها عادت فانكشفت وبدأت تتعمق بشكل كبير وليس في الأفق رغم كل السيناريوهات. هذه السيناريوهات هي في أغلبها في مجملها هي 4 سيناريوهات. هذه السيناريوهات ستستنفذ أغراضها في المحصلة النهائية، كل سيناريو سيشبع وسيستنفذ شروطه وسيتحقق، ولكنه سينتهي بالنهاية، ستعود إسرائيل في نهاية السيناريوهات الأربعة ستعود لذات المسار أو ستبقى في ضمن ذات المسار، وهو مسار الأزمة الحكم المتعمقة والممتدة والمستمرة في عمر الزمن. سأعود إليك سيد سأعود إليك سيد حازم. سيد محمد صوالحة، يعني أنت أشرت إلى أنه ربما المشكلة الأساسية في هذه الأزمة السياسية في إسرائيل هي تعدد الإثنيات والمنابت والأعراق للمجتمع الإسرائيلي، ولكن السؤال لماذا في بداية قيام دولة إسرائيل في عهد الآباء المؤسسين إذا صح التعبير استطاعوا أن يجمعوا هذا الشتات أو هذه الأعراق المتعددة، وكانت هناك حكومات مستقرة كما ذكرت قبل قليل؟ اليوم لماذا هذا التشتت ظهر بهذه الفجاجة إذا صح التعبير؟ يعني هذا يأخذ بالمناسبة نقاش كثير داخل المجتمع الصهيوني، هو الحديث عن تلك الفترة التي كان فيها ما يسمى بالآباء المؤسسون الذين كانوا يغلبون المصلحة العامة على المصالح الشخصية. اليوم أنت تتحدث عن أحزاب كثيرة جدا كما ذكرت، بعضها لها علاقة بال يعني الخلفيات الإثنية أو العسكرية أو غيرها، يمينية وعلمانية ومتدينة. والحكومة بالمناسبة الحالية أو الائتلاف الحالي يتشكل من 8 أحزاب أو 8 مجموعات، لأن بعض هذه الأحزاب هو نفسه هو عبارة عن تكتل من مجموعة أحزاب أخرى، وهي كما ذكر أيضا يعني لا يجمع بينها شيء في فكريا، ما بين ميرتس والعمل إلى إسرائيل بيتنا وغيره من الأحزاب المتطرفة. الحديث دائما عن أنه الأباء المؤسسون كانوا يفضلون أو يقدمون مصلحات المصلحة العامة. هؤلاء الموجودون اليوم كل من عنده مقعدين أو 3 أو 4 أو 5 يرى نفسه رئيسا للوزراء. يعني مثلا جانتس الآن في حديث عن أنه يمكن أن يكون رئيسا للوزراء وهو لا يملك أكثر من 5 مقاعد مثلا. رئيس الوزراء الحالي بنت هو عنده 5 مقاعد وهكذا، واليوم طبعا هو ربما يفقد هذه التي خرجت سلما مثلا وهكذا. فإذا حالة الاستقرار مرتبطة بما يمكن أن يسمى بالهدف الأكبر الذي كانت تسعى الأحزاب وتسعى الشخصيات الكبرى من أجله. المجتمع كان ينظر إلى بعض الشخصيات المؤسسة للكيان الصهيوني على أنها تحظى بالاحترام، وبالتالي يسمعون منهم يسمعون كلامهم. اليوم أنت تتحدث من هو الذي يحظى بالاحترام في داخل المجتمع الصهيوني؟ هناك أعداد كبيرة جدا من الشخصيات التي بعضها ليس لها أي تاريخ. مثلا بنت هذا كان عبارة عن سكرتير عند نتنياهو، هذا أحد الأسباب التي تغيظ نتنياهو منه، كان عبارة عن سكرتير أو مدير مكتب لنتنياهو لفترة طويلة، وهو مستوطن كل ما يملكه، أنه كان يعني رئيس لمجموعة مستوطنين في شمال الضفة الغربية وهكذا. إذا الهدف الأكبر الذي كانت يعني تنظر إليه الأحزاب اختفى. الشخصيات الكبرى التي كانت تقنع الجماهير أيضا ليست موجودة. الأطماع الكثيرة جدا هذه التي نراها موجودة عند الأحزاب حتى الصغيرة منها هذه أيضا مشكلة، وبالتالي نحن الآن ندخل، وفي تصوري أنا إن شاء الله أن هذا مؤشر على ضعف الدولة وانحلالها وتفككها. ولا أعتقد أن وهم بالمناسبة هم الذين يتحدثون عن عقدة يعني 80 أو عقدة العقد الثامن من عمر الكيان الصهيوني، لأن الدول الإسرائيلية السابقة لم تصل إلى سن 80، وبالتالي هم يدركون
أو هم يتخوفون خليني أقول من أن هذه الدولة أيضا ربما لا تصل لا تنهي عقدها الثامن. نعم. طيب سيد حافظ ضيفي من قطاع غزة، أشار سيد حازم عياد قبل قليل إلى أزمة قيادة داخل إسرائيل. السؤال، لماذا اليوم تبدو البدائل محدودة أمام هذه الأحزاب وأمام المجتمع الإسرائيلي بشكل عام؟ يبدو وكأنه نتنياهو اليوم هو القدر لديهم. نعم، هو يعني كما تفضل الأستاذ صوالح بأن هناك غياب للزعمات والشخصيات القدوة التي تؤثر في المجتمع الصهيوني. لكن أنا أريد أن أتحدث في جزئية مهمة. من كشف لهذا المجتمع الصهيوني أن المجتمع اليوم خالي، والساحة الحزبية والساحة الحكومية خالية تماما من أي شخصية قيادية كما الأسلاف الذين تعودوا عليهم، هي المقاومة الفلسطينية. يعني اليوم المقاومة الفلسطينية تعيش في حالة قوة وتصاعد في قوته والتزايد، وبالتالي تجابه الاحتلال كلما وجه لها ضربة وجهت له الضربات. ما اعتادوا عليه فيما مضى أن القيادات الصهيونية عادة ما يكون لها الغلبة، وعادة ما تنفذ رؤيتها دون أن يتأثر الشارع الصهيوني بتبعات هذه القرارات. يجتاحون الضفة الغربية فيما مضى، يقصفون في قطاع غزة فيما مضى، والدماء الفلسطينية كانت ترفع من نصيب وأسهم هذه القيادات الحزبية لدى مجتمعاتها. وبالتالي اليوم ما كشف عن ضعف هذه القيادات وعن خلو الساحة الحزبية والساحة السياسية الصهيونية من أي شخصية هي المقاومة الفلسطينية التي تقاوم وترد على الاحتلال في كل اعتداء. نعم. اليوم مسألة أن التعقيدات هذه والسيناريوهات المحتملة لهذه الأزمة، أنا أعتقد أن كل السيناريوهات متساوية في نسب نجاحها وإحقاقها. وأنا أعتقد أن المجتمع الصهيوني اليوم سيعيش أزمة سياسية حقيقية ستنعكس على معيشته. وأنا أعتقد أيضا أن الأحداث والعمليات الأخيرة التي نفذها الفلسطينيون في بئر السبع وفي الحضيرة وفي تل أبيب هي أيضا من عجلت إسقاط هذه الحكومة. فاليوم حتى اليوم عفوا نتنياهو لما خطف في تظاهرة التي كانت بالأمس، خطف من خلف جدار زجاجي يحول بينه وبين الرصاص، وهذا أراد من خلاله إيصال رسالة بأن اليوم المجتمع الصهيوني يفقد الأمن الذي اعتادوا عليه. وهذا أيضا يعزز فكرة أن فعلا المقاومة الفلسطينية هي التي تحدد مصير أي حكومة، وهي التي تجعل هذا تضعف من هذه الشخصية أو تلك. طيب سأعود إليك، غير معتادة لدى المجتمع الصهيوني. سأعود إليك سيد حافظ، ولكن مشاهدينا اسمحوا لنا بفاصل قصير ثم نواصل وإياكم، تابعونا. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من المشهد، والتي نتحدث فيها حول الأزمة الحكومية في إسرائيل. سيد حازم عياد، هذه الأزمة العميقة والمتعمقة بازدياد داخل المجتمع الإسرائيلي، إلى أي مدى برأيك ستدفع إلى إنتاج، وأنت تحدثت قبل قليل عن أزمة قيادة وأزمة حكم، إلى أي مدى ستدفع المجتمع إلى إخراج قيادات جديدة قادرة على توحيد هذا المجتمع؟ حقيقة يصعب إنه يعني يتم إنتاج نخب جديدة داخل الكيان الإسرائيلي. أغلب النخب كانت تنتج نتاج الصراع مع الفلسطينيين، وكانت يعني أبرزها كانت من قادة الحركة الصهيونية المؤسسين اللي كانوا أعضاء في العصابات الصهيونية شتيرن ولاغان وغيرها، أو كانوا قادة عسكريين مثل يعني إسحاق رابين وغيرهم.
والآن المؤسسة العسكرية لم تعد قادرة على إنتاج هذه النخبة، ولا حتى المؤسسة الأمنية مثل الموساد. يعني كوخابي لا يمثل يعني رقما صعبا أو شخصية رمزية وقيادي ناجح في الجيش الإسرائيلي. كذلك في الموساد، يعني يوسي كوهين اكتشفنا بالنهاية أنه لم يكن مدير رئيس جهاز الموساد، بل كان رئيس شركة، يعني رجل أعمال بزنسمان، وانتقل للعمل في دبي وأبو ظبي. يعني همه الأساسي وشبكة علاقاته طورها لتتحول إلى بزنس. هذا التردي في نوعية القيادة الإسرائيلية وتشعب اهتماماتها وخلطها البزنس بالسياسة والعمل السياسي أصبح واضحا ومكشوفا حتى لداخل المجتمع الصهيوني. أنا أريد أن ألفت النظر إلى كتاب قديم اسمه نهاية الأحسانيم، يتحدث عن مستقبل النخبة الإسرائيلية. وقصد الكاتب المؤلف هذا الكتاب هو صهيوني أن الأحسانيم هما النخبة العلمانية الغربية، هي النخبة الإسرائيلية العلمانية الغربية التي أصولها غربية، وهي نخبة علمانية من شاكلة إسحاق رابين، من شاكلة بيجن، من شاكلة بيرتس اللي توفي مؤخرا. آخر واحد كان بيرتس اللي توفي، يعني ما في حدا آخر ينتمي إلى هذه النخبة اللي هي مؤسسة، وهي النخبة العلمانية دعني أقول الأكثر كفاءة في إدارة الدولة والكيان الإسرائيلي. الآن كل الموجودين أقل كفاءة أقل قدرة، وزميلي ذكر يعني أشار إلى ملاحظة فعلا فيها قدر من المفارقة والذكاء، يعني أن بنت هو سكرتير كان عند يعني عند نتنياهو، وكذلك شكيدة لأحد قادة الآن وزير الداخلية هي، وكانت وزيرة عدل، كانت سكرتيرة نتنياهو، وطردتها سارة زوجة نتنياهو لأنها شكت بأن نتنياهو يميل لها أو يميل قلبه لها، فطردتها من مكتب نتنياهو، وتولد عداء شديد بين سارة وشكيدة، وانتهى بأن شكيدة عندما أصبحت وزيرة العدل فتحت ملف زوجة نتنياهو سارة، ملف الفساد المعروف والسهرات والحفلات التي إذا تحول الصراع إلى صراع شخصي. نعم، صراع شخصي ومختلط بالبزنس ومختلط بأمور يدل على الانحطاط في النخبة الإسرائيلية، وهذا نبوءة قدمها كتاب إسرائيليين بصيغة علمية في كتاب سمي نهاية الأحسانيم. نعم، وصعود المتدينين. الآن ما هو المسار المتجه في الكيان الإسرائيلي؟ الآن إذا أردنا نتحدث عن أزمة أمامنا سيناريوهات واضحة تمتد بين 4 إلى 5 سيناريوهات تتعلق بمستقبل هذه الحكومة. لكن يجب أن نفهم أن أسباب الأزمة هي ذاتية تتعلق بالكيان وبشخصية القادة الإسرائيلي، وموضوعية أيضا تتعلق بالبيئة المتغيرة المحيطة بالإسرائيليين. ولعل صعود المقاومة الفلسطينية وقدرتها على المبادرة أيضا أسهم في تعميق أزمة الحكم داخل إسرائيل. قدرة الفلسطينيين على المبادرة عمقت أزمة هذا الكيان وزادته انحطاطا وانحدارا وعدم فاعلية في التعامل مع الكتلة الفلسطينية الصاعدة، واللي هي كتلة فتية وحيوية. طيب سأعود إليك سيد حازم، سأعود إليك سيد محمد الصوالحة. أمام هذا المشهد وهذه الأزمة العميقة المستعصية، ما هي تداعيات استمرار هذه الأزمة على القضية الفلسطينية؟ يعني للأسف الطرفين هم الأكثر يعني يزاودون على بعضهما يعني بالتطرف تجاه القضية الفلسطينية. نتنياهو تحدث بالأمس وقال إنه هذه الحكومة لا تقوم بواجبها تجاه الاستيطان في الضفة الغربية مثلا، وهناك إجماع الآن على أنه لا اتصال مع الأطراف الفلسطينية. أنا لست مع هذا، ولكن أنا أوصف ما الذي يجري داخل المجتمع الصهيوني. ببساطة أنا أعتقد أنه السبب الرئيسي في هذا الموضوع هو الوضع الفلسطيني الداخلي، بمعنى أنه الجانب الفلسطيني اليوم يقوم بالمهمة الأساسية، وأقصد أنا هنا حكومة رام الله، المهمة الأساسية وهي مهمة الأمن، حفظ الأمن للكيان الصهيوني. منذ أيام كان قبل بداية رمضان كانت القيادة الصهيونية تجوب الدول العربية وتتحدث مع الأردن ومع المغرب ومع مصر ومع غيرها، تطلب وساطتها من أجل أن يمر شهر رمضان بهدوء ودون مشاكل.
لكن والدول العربية للأسف كانت تعمل تساعد في هذا وتضغط بهذا الاتجاه. فالوضع العربي المتردي للأسف أسهم كثيرا في زيادة التطرف في الجانب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. يعني الرئيس محمود عباس منذ أيام كتبت الصحافة العبرية أنه طلب من القيادات الفتحاوية في مدينة القدس منع أي احتكاك حتى ولو بأجسادهم. هذا الأمر ضمان الأمن الإسرائيلي، ضمان السلطة الفلسطينية لأمن إسرائيل، بالتأكيد هذا ساهم كثيرا في زيادة التطرف في الجانب الإسرائيلي وشعورهم أنهم قادرون على أن يفعلوا ما يريدون دون أن يدفعوا أي ثمن. وبالتالي أنا أعتقد أنه الخاسر في هذه القضية كان هو الجانب الفلسطيني. لكن في الجهة الأخرى أشار الأستاذ الكريم قبل قليل إلى أن أكثر من أخ أيضا تحدث عن أن الوضع الفلسطيني الداخلي أثر في هذه الأزمة، أو المقاومة الفلسطينية أثرت في بروز هذه الأزمة. هذا بالتأكيد صحيح. لماذا؟ لأن القيادات الكبرى التي كان ينظر إليها على أنها يعني قادرة على قيادة الكيان هي إما كانت من المؤسسين أو من الذين حققوا انتصارات عسكرية كبرى ضد الأمة العربية وضد الفلسطينيين. اليوم نحن نتحدث عن نخبة عسكرية وسياسية لم تستطع أن تهزم قطاع غزة. نحن نتحدث اليوم عن المدن الفلسطينية اللي في الداخل الفلسطيني في 48 كلها تقع تحت نيران المقاومة الفلسطينية وصواريخها. بالتالي الإنسان العادي الإسرائيلي عندما ينظر إلى قيادته يرى أنها قيادة عاجزة سياسيا وعاجزة عسكريا، والجانب العسكري والأمني بالنسبة له هو الأهم، وهو لا يرى قيادات عسكرية أو سياسية قد استطاعت خلال المرحلة الماضية أن تحقق ما يمكن تسميته الأمن، الأمن لإسرائيل. القيادات السابقة كانت عندما تجري المعارك بين الجانب الصهيوني وبين الدول العربية كانت يعني مثلا في 73 في 67 كانت الداخل الفلسطيني يعني اليهود في تل أبيب وفي يافا لا يسمعون شيئا، لا يقعوا لا يوجد أي نوع من التهديد لهم. وبالتالي يصبحون في الصباح وقد تحقق يعني نصر هائل دون أن يدفعوا ثمنا. اليوم الوضع كليا مختلف، ولكن إجابة على سؤالك بشكل مباشر، مطلوب اليوم تصليب الوضع الداخلي الفلسطيني، مطلوب اليوم زيادة قوة المقاومة الفلسطينية، لأن هذا بالتأكيد سوف يؤثر ويعمل على زيادة الإرباك في الجانب الصهيوني وتعميق هذه الأزمة التي كل الخبراء الآن يقولون أنه لا يمكن، لا نرى لها حلا سهلا في المرحلة القادمة. طيب سيد حافظ رفيق، اعتدنا خلال الأزمات الحكومية في إسرائيل محاولات، دائما ما تجري محاولات لتصدير هذه الأزمات، وخاصة عبر مهاجمة الشعب الفلسطيني، وتحديدا في السنوات الأخيرة مهاجمة قطاع غزة وإشعال حرب. إلى أي مدى يتوقع هذه المرة أيضا ذات السيناريو؟ والله أنا أعتقد بعد حرب معركة سيف القدس في 2021 وبعد ما رآه الاحتلال من آثار مدمرة عليه من العدوان على قطاع غزة، بعد أن غزة بادرت وبادت الاحتلال بقصف الصواريخ بعد العدوان على بيت المقدس، أنا أعتقد الاحتلال اليوم يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على قطاع غزة. وحتى الوسطات يعني اليوم هم عفوا كما تفضل الأستاذ صوالح، عندما جاء الاحتلال وزار بعض الدول العربية لتتدخل بحيث أن يمر رمضان بشكل هادئ، لأن هي تعلم يقينا بأن عندما تتعامل مع الهجمات الفدائية الفلسطينية بعدوانية وإجرام سيكون لغزة رد فعل، وهي لا تريد رد الفعل هذه، لكن لو أنها تدرك أن قطاع غزة لن يتدخل وأن كل العدوان والإجرام الصهيوني الذي سيمارس بحق أهلنا في الضفة أو في القدس أو في 48 لن يجر غزة إلى معركة جديدة، ما ضاقت على الدول العربية وما طلبت منهم ذلك، لأن هي تمارس الإجرام ولن تعاقب عليه، ولكن هي الخوف من جريرة هذا الإجرام والعدوان، الخوف من تداعيات ذلك جعلها أن تقوم بهذه الزيارات. وبالتالي أنا لا أعتقد أن الاحتلال سيفكر باتجاه غزة، لربما يفكر باتجاه الداخل المحتل، خصوصا بعد العمليات التي تم تنفيذها
في الخضيره وبئر السبع على ايدي سكان مقاومين مجاهدين من 48 للداخل المحتل باتجاه تكثيف الاستيطان في الضفه باتجاه العدوان على الضفه تصفيه المزيد من المقاومين، لكن انا لا اعتقد ان من الممكن ان يفكر في شن عدوان على قطاع غزه. انا اريد ان اقف عند جزئيه مهمه، ان هذا الاحتلال ورغم ما حققه من انجازات على صعيد التطبيع مع الدول العربيه وكلنا شاهد قمه النقب التي سبقت رمضان بايام، لكنها مع ذلك لم تحافظ على وجود هذه الحكومه ولا على استمرارها، لان التطبيع في النهايه لا يخدم الاحتلال على الصعيد الداخلي. هذه الدوله وجدت على اساس ان يوفر لها الامن والاقتصاد، اليوم الامن مفتقد تماما لدى الشارع الصهيوني، وبالتالي ماذا سيجلب له هذا التطبيع؟ هذا ما يتم الحديث عنه من الشارع الصهيوني الذي يبحث عن الامن. وما ضرب منظومه الامن لدى هذا الاحتلال ولدى هذا في عمليات المقاومه الفلسطينيه والمجاهدين في الضفة والداخل. شكرا لك سيد حافظ رفيق فارس الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي عبر زوم من قطاع غزة، أشكرك جزيلا. سيد حازم عياد، على ذكر التطبيع، لماذا يعني فشل تطبيع بعض الأنظمة العربية في دعم هذه الحكومة، حكومة بنت؟ ما لا يوجد قدرة على التأثير في المشهد الداخلي الإسرائيلي بقوة. يعني بعض الدول العربية أحيانا كانت تراهن مثلا على الأعضاء الكنيسة العرب، كانت تراهن على اليسار في مرحلة معينة. بعض الدول العربية راهنت على إسحاق رابين وعلى شمعون بيرز، لكن النتائج كلها كانت بالنسبة لها كارثية، لم تتحقق شيء، وكان صعود اليمين دائما يعني يكسر هذه الموجات ويحولها من تطبيع أو من سلام دافئ إلى سلام بارد وباهت، لأن صعود اليمين لا يمكن أنه هذا اليمين أنه ينشئ علاقة سوية مع الدول العربية حتى التي اختارت أن تنفتح عليه. لكن ما يحدث هو حاليا يعني هو نتاج هذه الأزمة، يعني أنت سألت سؤال ولم أكن قد أجبت عليه بالكامل، أن نتاج هذه الأزمة هو أنها ستلحق ضررا بالسلطة الفلسطينية التي انفتحت على غانس وعلى لبيد وعلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وراهنت عليها إلى حد معين، بحيث أنها ممكن أنه يحدث نوع من الانفراجة الاقتصادية وأن تتعمق العلاقات وأن يكون التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي مردود. هذا الأمر يبدو أنه سيتبخر وسيتلاشى، وبالتالي السلطة ستتضرر وستزداد تتعمق أزمة هذه السلطة. المتضرر الثاني هي الولايات المتحدة الأمريكية، راهنت على حكومة الائتلاف هذه لإزاحة بنت، لإزاحة نتنياهو. نتنياهو حليف ترامب، الحليف الذي كان مناهضا لبايدن، فبالتالي يربك السياسة الأمريكية، لأن كل ترتيبات خفض التصعيد وإدارة الأزمات تعتمد على وجود هذا الائتلاف الحاكم الذي يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من خفض التصعيد وإدارة الأزمات في الإقليم. أيضا الطرف الأخير المتضرر من هذه الأزمة هي الدول العربية المطبعة التي ذكرتها. هذه الدول الآن تتعامل مع حكومة غير متجانسة، غير متناسقة فيما بينها، وفي انقسامات عميقة. كيف ستتعامل مع الاتفاقات التي وقعت، مع الاتفاقات البحرية مع الإمارات أو الحديث عن تحالف عسكري لمواجهة إيران ولخلق منظومة دفاعية لمواجهة طائرات الدرون؟ كل هذا الآن على المحك، وسيتم مراجعة حتى اتفاقيات الغاز مع مصر ومع الأردن، هذه أيضاً الآن تتعرض إلى ضغوط. هناك أولويات لدى قادة الكيان الإسرائيلي حول الأولويات الاقتصادية حتى فيما يتعلق بملف الغاز، في نقاش بين المصريين لدرجة أن مدير المخابرات المصري سيزور إسرائيل ليناقش موضوع الغاز. يعني شكراً، أزمة كبيرة وعميقة. شكرا لك سيد حازم عياد الكاتب والإعلامي، كنت معي عبر سكايب من عمان. سيد محمد صوالحة، على ذكر التطبيع والمطبعين، يعني كنا نعلم منذ زمن بأنه معظم الأنظمة العربية مطبعة من تحت الطاولة عبر السنين الطويلة من عمر دولة إسرائيل، ولكن هذا التطبيع اليوم العلني، أكثر من نصف العالم العربي مطبع اليوم، أكثر من 200 مليون يعني دول تحكم، أنظمة تحكم أكثر من 200 مليون عربي يطبعون. السؤال، هذه الأمة التي تطبع مع هذه الدولة التي تبدو هشة داخليا،
كيف لها أن تراهن على مثل هذه الدولة الهشة؟ يعني أنا بدي بس يعني أختلف معك في قضية الدول التي تحكم 200 مليون. لا علاقة إطلاقاً للشعوب بما يجري. بالتأكيد نعم. هذه الحكومات وهذه الأنظمة تدفع ثمن بقائها. هذه أنظمة ديكتاتورية غير ديمقراطية، لأنه لو كان هناك نظم ديمقراطية في العالم العربي لاختارت الشعوب العربية ما يعني يناسب أشواقها، وأشواق الجماهير العربية في كل مكان هي مع فلسطين وضد الكيان الصهيوني الغاصب، وبالتالي هؤلاء معزولون بشكل مطلق عن 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 الجماهير العربية. تقول لي مثلا هل الشعب الإماراتي مع التطبيع؟ هل الشعب المصري مع التطبيع؟ الشعب الأردني مع التطبيع؟ هل الشعب البحريني؟ كل هؤلاء في الحقيقة، أو المغربي أو السوداني، كل هؤلاء في الحقيقة يعني عبارة عن مجموعات منبتة عن الجماهير، ولكنها تحكم بالحديد والنار. وبالتالي نقول البحرين طبعت، السودان طبعت، المغرب طبعت، وهي في الحقيقة هي الأنظمة التي لا علاقة لها بالجماهير. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للجانب الصهيوني، موضوع التطبيع هو موضوع سياسي ثانوي، بمعنى أنه الإنسان الصهيوني، الإنسان الذي يعيش في دولة الكيان الصهيوني، ما يهمه بشكل أساسي هو الأمن، وثم يأتي بعد ذلك الاقتصاد، الوضع الاقتصادي. أما موضوع التطبيع فهو بالنسبة له هذا موضوع يعني إذا رأى أحد مثلا من قادة الدول العربية موجود في قمة النقب أو غيرها، هذا بالنسبة له ليس أمرا مهما، هذا مهم لبعض الشخصيات السياسية تريد من خلاله أن تسوق نفسها أكثر، لكن تأثيره في المجتمع الصهيوني في تصوري تأثير محدود. أما بالنسبة للعالم العربي، فأنا أعتقد أنه هذه العلاقة كما تفضلت حضرتك هي كانت موجودة، كما ذكر أحد الكتاب الإسرائيليين، قال أنه هذه كانت مثل عشيقة سرية، والآن ظهرت العلاقة للعلن. هذه الدول كلها منذ مدة طويلة تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني لسبب وحيد، وهي أنها تريد أن تضمن بقائها في الحكم. أما الشعوب العربية فهي في عالم آخر، ويعني يكفي هؤلاء الذين طبعوا أن يعني أنهم سيفوزون فقط بعار الدنيا والآخرة، ليس أكثر من ذلك. أما الشعوب، أما القضية الفلسطينية فلا. بالمناسبة قمة النقب كلها وهذا التجمع الهائل ومحاولة يعني الإعلام الهائل الذي حاول أن يظهرها بمظهر غير طبيعي سقطت بعملية صغيرة قام بها أحد الأهل في فلسطين 48، بمعنى آخر أنه هذا شيء وما يجري على الأرض شيء آخر. صمود الفلسطيني هو الذي يحدد في النهاية مستقبل القضية الفلسطينية ومستقبل الكيان الصهيوني. أشكرك جزيلا سيد محمد صوالحة، الكاتب والباحث الفلسطيني، على حضورك. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. ألقاكم بخير.